السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لكل الطلاب الحاصلين على شهادة الدبلوم الفني صناعي وتجاري وزراعي وغيره، أولا اشترك في قناة أجيال هندسة حتى يصل لك كل جديد. معكم أسامة رزق. نقول إيه اللي بيحصل؟ بقول لك قواعد قبول طلاب الدبلومات الفنية في الكليات والمعاهد. في قواعد لقبول الطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية فوق المتوسطة سواء نظام الثانوية زائد سنتين، ودبلوم المدارس الفنية نظام الخمس سنوات، ودبلوم المعاهد الفنية للتمريض والمعاهد الفنية الصحية شعبة التمريض عام، ودبلوم الجامعة العمالية شعبة علاقات صناعية وتكنولوجيا وفندقية بكليات ومعاهد الجامعة المصرية اللي بتقبل هذه الفئات بعد إعلانها. إيه هي القواعد دي؟ فتح باب القبول بكليات قطاعات التجارة والتربية والكليات التي بها شعب تعليمية فني للتربية النوعية والزراعة والسياحة والفنادق والخدمة الاجتماعية والتمريض والهندسة والفنون التطبيقية والآثار والفنون الجميلة والتعليم الصناعي بالجامعات المصرية على أساس التوزيع الجغرافي أو الإقليمي مع مراعاة الشروط التي تنص عليها اللوائح الداخلية لكل كلية، والتي منها اختبارات القدرات بنجاح لبعض الكليات. 2. يسمح للطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية سواء نظام الثانوية زائد سنتين ودبلوم المدارس الفنية المتقدمة نظام الخمس سنوات بعد الإعدادية بمجموع 75% فأكثر من المجموع الكلي للدرجات في شهادة دبلوم الفني بالتقدم إلى مكتب التنسيق. القبول بالجامعات والمعاهد الالتحاق ببعض الكليات ومعاهد الجامعات الحكومية المصرية يبقى 75% دون معادلة. تحدد الأعداد أو تحدد الأعداد المقرر قبولها من حملة الشهادات الفنية بكليات الجامعات المصرية لتقبل هذه الفئة من الطلاب بنسبة 10% من إجمالي الأعداد المقررة قبولها بهذه الكليات من حملة الثانوية العامة، ويكون ثلثي هذه النسبة للشهادات الفنية نظام الخمس سنوات يبقى الخمس سنوات بعد الإعدادية ليه الأولوية، ودبلوم المعاهد الفنية نظام الثانوية زائد سنتين، والثلث الباقي يكون طلاب الشهادة الفنية نظام الثلاث سنين يبقى الثلاث سنين بعد الاثنين دول، ويتم تحديد الحد الأدنى للقبول وفقا للأعداد المقرر قبولها لكل فئة. 4. بنرتب الطلاب المتقدمين لمكتب التنسيق لتحديد من يقبل منهم بعض الكليات والمعاهد والجامعات، وتحديد الحد الأدنى للقبول بكل كلية أو معهد لكل نوع شهادة فنية على حد ضوء ما يلي: الأسبقية لمجموع الدرجات اللي حصل عليها الطلاب في شهادتهم الفنية الناجحين فيه، ترتيب رغبات الطلاب، الأعداد المقررة لهذه الفئات من الطلاب، نسبة 10% سالفة الذكر، عدم التقيد بالتخصص الذي درسه الطالب في الشهادة الفنية الصناعية عند قبوله بكليات الهندسة والتربية والتعليم الصناعي بالجامعات المصرية وفقا للشروط التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات على اعتبار أن الطالب يبدأ الدراسة في الفرقة العادية أو الأولى، وذلك عدد الشعب التالية: شعبة معامل بيولوجية تقبل بكليات الزراعة، شعبة ترميم الآثار تقبل بكليات الآثار وكليات الفنون التطبيقية والفنون الجميلة فنون بعد النجاح. وفيما يتعلق باختبارات القدرات يتم قبول الطلاب الخمسة أوائل الشهادات الفنية نظام 3 سنوات وخمس سنوات وفقا لترتيب محدد من وزارة التربية والتعليم، ولا تقبل هذه الفئات مطلوب استثناء من قواعد قبول الجغرافي يعني في أي مكان يروحوه. الشهادات الفنية التجارية نظام سنتين بعد الثانوية، المدارس الفنية التجارية المتقدمة نظام 5 سنوات، دبلوم المدارس الفنية التجارية المتقدمة نظام 5 سنوات بجميع شعبها. اشترك في القناة وفعل زر الإشعارات، وأيضا لا تنسى دعمنا بلايك.